الزيارة الأولى بسنتين رحت له لأن حسيت بشوية تعب تاني، فرحت له فقال لي لا ده أنت كان لازم تجي لي بعد سنة أو 6 أشهر مثلا يعني عشان تغير العلاج، يعني نكتب لك علاج جديد. فالحقيقة لما كشف عليا تاني قال لي بس أنت اتحسنت عن الأول، وأنا كنت فعلا حاسس إن أنا اتحسنت عن الأول، وغير لي العلاج ومشيت عليه برضه سنة أو سنتين تاني. وانا لغايه النهارده ولله الحمد، رغم ان زي ما بقول لكم يعني انا كل زمايلي تقريبا اللي هم مدخنين زيي تقريبا واقل مني، وفيهم اللي ما بيدخنش خالص وعمل قسطره، ولله الحمد لله رب العالمين انا ما عملتهاش لغايه دلوقتي. والفضل ولله الحمد لله سبحانه وتعالى ولعلاج الدكتور رامي. طبعا انا كنت بسمع في الفتره من حوالي سنتين ثلاثه بسمع ان في هجوم جامد على الدكتور رامي باعتباره ان هو ما بيكتبش على قسطرة، ما بيحاولش ان هو يوجه العيانين بتوعه لعمل القسطرة ديت. موضوع العلاج بتاعه ده كتر مرضاه جدا اللي هم هربانين من القسطرة واثمان القسطرة وتكلفتها يعني وكده، والناس كانت بتستجيب يعني بتيجي على العلاج. يعني معنى كده ان القسطرة مش ضرورية قوي الا في حالات اكيد محددة، يعني طالما ممكن نستجيب من العلاج ايه اللي يخليني اعمل القسطره واعمل دعامات واعمل قلب مفتوح والكلام ده كله. لكن انا فهمت طبعا ان الهجوم سببه ان بقيه الدكاتره كانش عاجبهم الكلام ده، يعني بقيه الدكاتره كانوا بيعتبروه هو كده ضد مصالحهم. طيب نتيجه الكلام ده ايه؟ حاولت اروح له من حوالي سنه، يعني من حوالي سنه قلت اغير العلاج اللي انا باخده حاليا، فقلت اروح له لقيته مش موجود. لما سالته وتقصت بقى عن الموضوع عرفت ان هو سافر انجلترا. وبعدين احنا بنقول يا جماعه يعني المفروض ان احنا نقف جنب المواهب في مصر، وما نبقاش احنا عامل لهروب الكوادر والمواهب اللي ممكن تكون دي فايده. يعني الدكتور رامي انا كنت بتنبأ له ان هو ممكن يكون خليفة للدكتور مجدي يعقوب مثلا، لان هو عنده موهبة، وان هو بصراحة كان كل علاج بيكتبه يمكن علاج مختلف عن التاني وكان بيجيب تأثير احسن من الاولاني. يعني معنى كده ان هو فاهم هو بيعمل ايه وعارف هو بيقول ايه. طيب لغاية النهاردة انا بقول ان انا ما عملتش الحمد لله اصلا، لله الحمد والفضل في الفداء للحمد لله للدكتور لله سبحانه وتعالى ثم للدكتور رامي. فيا جماعة ما نبقاش احنا عامل اولا الناس غلابة والناس مع